بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الاقتصاد في ساعة. لجأت الحكومة العراقية إلى تطبيق قانون التعرفة الجمركية في بداية العام الحالي لسد العجز المالي الناتج عن انهيار أسعار النفط واحتلال رقعة واسعة من أراضي العراق من قبل داعش الإرهابي قبل 3 سنوات، إلى أن هذا القطاع يعاني اختلالات كبيرة وتجاوزات أدت إلى أن يشكل عبء على الاقتصاد العراقي وليس برافد. نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود إلى ضيوفنا. ملف المنافذ الحدودية العراقية بحاجة إلى إعادة نظر في طريقة إدارته والتعامل معه، ولا سيما في ظل امتلاك العراق أكثر من 22 منفذا موزعة بين بري وبحري وجوي. وهذا الملف الذي يمثل للعراق عصبا حيويا تجاريا وأمنيا يحمل بين طياته تفاصيل شائكة ومتشبعة، ويشير إلى مشاكل ومعوقات جمة تقف أمام الاستفادة الكاملة من المنافذ الحدودية، وأولها الفساد والرشوة والخلافات السيادية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم حول المنافذ الواقعة ضمن نفوذ محافظات السليمانية وأربيل ودهوك، إضافة إلى التعرفة الجمركية وتطبيقها في عموم العراق ومدى فاعليتها تجاه رفض الاقتصاد العراقي بالمردود المالي المرجو وموضوع عبور المسافرين والبضائع والتهريب للمواد المحظورة والممنوعة ومقدار الضرر الحاصل جراءها، وخصوصا أن بلدنا ما يزال يحارب الإرهاب على جميع الصعد. ومع تذبذب أسعار النفط العالمية ووضع العراق المالي والعجز الحاصل في ميزانيته المتفجرة على مدى السنوات الماضية، بات من الضروري إيجاد منافذ جديدة لرفض الخزينة المركزية بالواردات وردم العجز المتنامي، وهذا ما تسعى إليه الحكومة الاتحادية جاهدة عبر فتح قنوات الاستثمار. اللجنة الاقتصادية البرلمانية تتحدث عن قانون المنافذ الحدودية الذي يقضي بضمها تحت مظلة هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء وفك ارتباطها بالمديريات والدوائر التابعة لها الآن بغية التخلص من البيروقراطية والحد من الفساد، دون الحديث عن الآليات التي ستتبع مستقبلا في وقت يخسر العراق 8 مليارات دولار سنويا حسب ما جاء في تقارير اللجنة المالية البرلمانية جراء الفساد وعمليات الابتزاز وإدخال البضائع بشكل غير رسمي، إضافة إلى المواد المخدرة التي بدأت تنهش بشبابنا دون رقيب. وكلما ذكرت البضائع تتبادر إلى الأذهان التعرفة الجمركية والقوانين النافذة لتحصيلها، إضافة إلى الضرائب. وتعد قوانين التعرفة الجمركية إحدى أدوات السياسة المالية التي تندرج ضمن الأدوات السعرية للسياسة التجارية وتطبق بنوعين أو كليهما، وهي الرسوم النوعية التي تفرض بشكل مبلغ ثابت على كل وحدة من السلعة على أساس خصائصها المادية، والرسوم القيمية تفرض بنسبة معينة من قيمة السلعة سواء كانت صادرات أم واردات. وعلى سبيل المثال لا الحصر، بات موضوع السيارات المتضررة ومنع استيرادها من عدمه يبقي المواطن بين المطرقة والسندان، فقرار مجلس الوزراء يسمح بالاستيراد وهيئة الجمارك تمنع، فكيف ذلك؟ ولمعرفة أهمية المنافذ الحدودية علينا أن نقرأ أرقام الهيئة العامة للجمارك التابعة لوزارة المالية العراقية عن الإيرادات، ففي شهر شباط من العام الماضي بلغت الإيرادات 101,838,000,000 دينار، أي ما يعادل قرابة 86 مليون دولار، أخذين بعين الاعتبار أن هناك فساداً وبضائع مهربة، وهذا مبلغ مهول سنوياً. ومع القدر الهائل من البضائع الداخلة إلى العراق تبقى المنافذ دون مستوى الطموح لافتقارها إلى مخازن نظامية كافية، مما يعرض البضاعة للتلف جراء تعرضها لأيام للشمس واحتمالية دخولها تالفة، مما يؤثر على المواطن بشكل مباشر في ظل غياب شبه تام لأجهزة الرقابة والسيطرة النوعية العراقية.
ومع استقرار الأمن نسبياً والانتهاء من محاربة داعش، بدأت أعداد الزائرين إلى العراق بالتزايد، ولا سيما في أوقات الزيارات الدينية لمراقد الأئمة، مما يعني زيادة الضغط على المنافذ الحدودية والقوات الأمنية المكلفة بحمايتها من الأخطار المحدقة بالعراق من جهة، وإدخال موارد إضافية للخزينة من جهة أخرى. ومع سمة دخول حددت $40، حسب ما جاء في بيان وزارة الخارجية العراقية، فإن دخل المنافذ لا يقل عن $2 مليون يومياً من سمات الدخول، وعليه يمتلك العراق منفذاً جديداً للواردات تجب إعادة جدولته لتحقيق أعلى المنافع وفتح مجال جديد بعيد عن الصناعة النفطية التي تشهد بين الحين والآخر تجاذبات في الأسعار نتيجة الأحداث السياسية الإقليمية والدولية، ومن الممكن أن يسد نحو 10% من العجز الحكومي والبدء بحراك جديد نحو تحقيق الخدمات في بلد أنهكته الحروب على مدى سنوات طويلة. أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام، نرحب في ضيفنا في الاستوديو دكتور خالد الشمري رئيس مركز الخد للدراسات والبحوث. أهلا بك دكتور خالد. أهلا بك دكتور خالد، حدثنا عن أسباب تراجع دور مؤسسة الجمارك للقيام بدورها برفض خزينة الدولة. وليست فقط مؤسسة الجمارك، هو منظومة الجمارك بشكل عام في العراق هي متراجعة. أولا هو بعد 2003 عند قرار بريمر وضع الرسوم الجمركية بنسبة 5% فقط لإعادة أعمال العراق. بعدها حصل تغييرات على قانون التعرفة، قانون الجمارك اللي سنة 1984 ظل هو ساري المفعول، ولكن هنالك تعديلات عليه. آخر تعديل اللي تفضلتوا به أنه المفروض أن يكون فيه سنة 2010 بتحديد رسوم السلع والبضائع والتعريفة الجمركية الموجودة. المشكلة هي ليست فقط في التعريفة الجمركية، وإنما هو فقط في تحصيل التعريفة الجمركية. بما أننا نعرف العراق هو بلد مستورد صافي، أي أكثر الموارد العراقية هي للاستيراد، خاصة الموارد النفطية. ودائما الموازنات تكون متفائلة بعملية رصد الموارد غير النفطية من الرسوم اللي هي من رسوم الجمارك والضرائب، تكون بنسبة جيدة أحيانا لو أخذناها بنظر الاعتبار، ولكن طيلة السنوات السابقة لم تستطع الحكومة العراقية أن توفر ربع هذه المبالغ الموجودة بالموازنات. السبب الأساسي اللي موجود هو عدم وجود نظام متكامل للتعرفة الجمركية، بالإضافة إلى الفساد الموجود والقدرة على إدخال البضائع والقدرة على تخفيض قيمة البضائع. أن هناك عندما تأتي المستندات الخاصة للبضائع قد تكون هذه المستندات بقيم غير القيم الحقيقية هاي أولا. ثانيا هنالك الفساد الموجود في هذه الضرائب الموجودة في السلع التي تدخل الحدود، تكون اتفاقات معينة نتيجة للظروف الموجودة بالعراق والتزايد الرشوة أدى إلى تقليله. هذا أيضا هذا ماذا ينعكس؟ ينعكس على المستهلك العراقي. كيف؟ قد تأتي بضائع من الخارج تكلفتها لا تعادل، لأن الإكسبايري ديت أي فترة الصلاحية مالتها منتهية، فهو يدخلها تصل أصلاً منتهية الصلاحية، منتهية الصلاحية فيدخلها بأيش؟ لأن لا توجد مواصفات ومقاييس في الجمارك، وهذه نقطة خطرة جداً. سنأتي بالتفصيل على هذا الموضوع أكيد. فهذا السبب الأساسي، جزء من الأسباب الأساسية اللي تؤدي إلى أن يكون عدم تحصيل المبالغ الكافية. بالتأكيد دكتور خالد ابقى معنا، دعنا نرحب بضيفنا من بغداد سيد ضياء المحسن الخبير الاقتصادي. أهلا بك سيد ضياء. مساء الخير عليكم. أهلا وسهلا. أهلا بك سيد ضياء. يعني كما تحدث دكتور خالد هناك خلل وعدم وجود نظام متكامل للتعرفة الجمركية، هل تتفق ومدى اتفاقك مع هذا الرأي؟ نعم، بداية أن أرحب بالدكتور خالد. يعني صراحة من فترة ما شايفينه، حديث الجمارك والفساد فيها يعني مشكلة متراكمة وذات شجون. السبب الأساسي بها هو الضعف الحكومي في اتخاذ الإجراءات، بمعنى أنه ما إنفاذ القانون غير موجود، موجود قانون لكنه السلطة اللي تنفذ القانون هي غير، هي متواطئة أصلاً مع الآخرين، مع التجار،
مع المافيات الموجودة، يعني كثير من المشاكل اللي تسبب هذا الهدر بالمال اللي سمعناه بالتقرير. يعني صوري أنت 13% من الواردات، من واردات هيئة الجمارك اللي تقدر بحدود 8 مليار دولار ما تدخل للخزينة سوى 600 مليون دولار. المبالغ هذه وين تروح؟ في جيوب الموظفي الجمارك، المنتفعين، العشائر، الأحزاب، من يستغل اسم الأحزاب، هذه المافيات كلها تستغل. بالتالي يجب على الحكومة أن تكون جادة في محاربة الفساد. ملف الفساد ملف خطير جدا، يأكل يعني يأكل بجسد الدولة العراقية، يخليها خاوية من الداخل، ما لها أثر أمام. فلهذا شوفين المواطن دائما يلجأ إلى الأحزاب وإلى العشيرة لكي تحميه من هذه المافيات. طيب يعني سيد ضياء، لماذا برأيك الجمارك لا تجبى بشكل صحيح والإعفاءات تقدر بمبلغ 3 مليارات دولار سنويا حسب ما قال مستشار سيد العبادي المستشار الاقتصادي مظهر محمد صالح؟ قيمة المبالغ المفروض تجبى من قبل هيئة الجمارك تقدر ب 8 مليار دولار، لكن حقيقة المبلغ الذي يجبى أقل من ذلك. قلت قبل قليل أنه يعني لا يتجاوز نسبة 13% من هذا المبلغ الإجمالي. السبب سيطرة المافيات والعشائر على كثير من المنافذ الحدودية، مستغلين اسم الكتلة الفلانية والحزب الفلاني والعشائر، خاصة احنا هناك جاي نسمع بين حين واخر هناك مشاكل عشائرية في مناطق في منافذ الحدودية للسيطرة على هذه المنافذ، بسبب انه هذه المنافذ تدر اموال طائلة تدخل في جيوب هؤلاء الفاسدين. نحتاج إلى نفس قوي من الحكومة أن تضرب بيد من الحديد على يد هؤلاء الفاسدين. يعني إذا متى أنه الحكومة تكون متساهلة، خاصة إذا ما يعني شفنا المبلغ أنه مبلغ كبير، يعني هذا راح يسد عجز نسبة كبيرة من العجز في الميزانية. سيد ضياء ابقى معنا. دكتور خالد، يعني سيد ضياء يرى أن هناك ربما وجود ضغوطات من بعض الجهات المتنفذة التي تسيطر على بعض المنافذ، هل ربما يكون الموضوع عن خلل في القانون أو خلل في تطبيق القانون؟ الخلل في النظام الإداري ككل في العراق، لأنه أولاً هنالك ازدواجية في الضريبة، يعني البضاعة تخرج من الميناء العراقي، عندما تأتي إلى أي محافظة من المحافظات هناك قبل المحافظات يجدون سيطرات موجودة لأخذ جزء أيضاً رسوم إضافية على هذه البضاعة، وهذه الرسوم الإضافية لا تدخل إلى الدولة، هذه جزء من عملية فساد الإدارة الموجودة وفساد الإدارة الموجودة هي موجودة. إحنا نتكلم عن وضعية الجمارك وكيف يجب أن تكون حتى نلغي كل هذه القنوات الموجودة، أولا لتقليل العبء على المستورد، وثانيا تقليل العبء على المواطن، لأن كل ما تكلفت البضاعة بأكثر مما تستحق، بأكثر مما موجود في التعرفة الجمركية، سوف يتحمله المستهلك العراقي بالتأكيد، لأن تاجر سوف يضيفه. هذه النقطة الأولى. وبنفس الوقت أن تكون البضاعة التي تصل إلى المواطن العراقي هي بضاعة صالحة ضمن المواصفات القياسية الموجودة. اللي تفضلوا به الدكتور مظهر، ذكرته بالدكتور مظهر محمد صالح وغيره، احنا نأخذ ما مقدار الاستيرادات العراقية السنوية. مقدار الاستيرادات العراقية السنوية لو أخذنا مقياس عام 2015 كانت 60 مليار دولار. 60 مليار دولار لو أخذنا متوسط التعرفة الجمركية الموجودة الآن اللي هي بحدود ما بين أعلى مستوى كان بحدود 80% هي للسجائر والمشروبات الروحية و50% إلى أقل مستوى اللي هي بحدود 5%، الآن إذا نتكلم عليها أنه خفضوها
ببداية 2019 بقرار وباتفاقية مع الIMF صندوق النقد الدولي. أنا مو مع هذه الاتفاقية أن تكون بهذا الشكل، أنا مع أن تكون هنالك اتفاقية لوضع النظام الجمركي والتعريف الجمركي بمصلحة العراق ومصلحة الموارد. إذا أخذنا هذه النسبة وهي مقدار 15% كمتوسط سابق، المفروض أن تكون لدي 9 مليار دولار. 9 مليار دولار هي تغطي أن الإيرادات غير النفطية التي وضعت في الموازنات السابقة. وإذا أخذنا موازنة 2018 اللي إحنا موجودة عندنا هي بحدود 11 مليار دولار إلى الموارد غير النفطية، إذا أخذنا الرسوم بحدود 9 مليار، إذن لدي 2 مليار هي من الضرائب ومن المنح ومن بيع ممتلكات الدولة، تؤدي إلى أن يكون هنالك لدي فائض وليس كما كل سنة سابقة. لم نستطيع أن نحقق هذه الإيرادات الموجودة نتيجة للفساد، وهي بنفس المبالغ الموجودة. إذن التجأنا إلى القروض الخارجية، أدى إلى عبء كبير من العراق باللجوء إلى الاقتراض الخارجي لسد عجز الموازنة. هذا كله يتحمله المواطن العراقي. ما هو السيستم الموجود؟ أولا الحوكمة الأساسية بنظام الجمركي ونظام التعرفة ونظام استحصال المبالغ الموجودة من المستوردين حسب المستندات الموجودة، وليس حسب أن تكون تأتي مستندات مزورة أو غير مزورة، وإنما كلها معروفة كم هي. ومن بلدان المنشأ أيضا نأخذها بنظر الاعتبار، والاتفاقات الموجودة مع الدول العالم، لأن هنالك اتفاقات أن تكون رسوم بشكل معين وحسب نوع البضاعة، تؤدي إلى أن يكون هنالك التحصيل أكبر. شرط أساسي أن يقللون الفساد الإداري والمالي. دكتور خالد ابقى معنا لنسأل سيد ضياء. سيد ضياء، يعني هناك غياب أو شبه تواجد لدور الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية كما تحدثنا قبل قليل، لماذا لا نشهد اهتمام أكبر بهذا الجهاز المهم ومردود تفعيل هذا الجهاز على جودة البضائع التي تصل إلى المستهلك وبالتالي المواطن العراقي المتضرر الوحيد من كل هذه المسألة؟ نعم، فيما يتعلق بالجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، وظيفته الأساسية مهنية، بمعنى أنه يفحص المواد الداخلة للعراق ومطابقتها للمواصفة العراقية. لاحظ أنه هنا يعني خاصة بعد سقوط النظام بعد عام 2003، هذه الوظيفة انعدمت في المنافذ الحدودية. بدأت البضائع تدخل بدون سيطرة وتقييس نوعية، خاصة احنا هنا نتحدث، اذا جينا نتحدث عن كارثة فيما يتعلق بالامراض اللي تدخل للبلد. يعني هنا عندنا الاجبان والالبان تدخل بدون تقييس وسيطرة نوعية، بدأت تظهر عندنا امراض عند فئات عمرية، يعني كان يعني من المستحيل ان تجدي هذه الامراض، خاصة ما يتعلق في سرطان المعدة بالنسبة للأطفال دون 15. يعني هذا بحسب دراسات أنه هذه مش يعني هذه مسألة يعني بالغة التعقيد، أنه أنت يستخدمون مواد حافظة تدخل في تحنيط الجثث الموتى، زين يستخدموها حتى تزيد فترة النفاذية المادة. وإحنا نتحدث هنا عن أجبان تأتي من دول الجوار، يعني بغض النظر عن تكون إيرانية سعودية أو تركية. فلهذا يعني مشكلة أنه الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يجب إعادة عمل هذا الجهاز وإعطاء صلاحيات حاكمة، بمعنى أنه يقدر يمنع يحجر على البضائع اللي ما تطابق المواصفة العراقية. سيد ضياء ابقى معنا. دكتور خالد، يعني وزارة المالية قبل أيام أبطلت قرار الجمارك، سمحت بدخول السيارات المتضررة إلى العراق، هذا دليل ربما على أن هناك تدخلات في عمل الهيئة كما يرى بعض المتابعين بهذا الشأن. لا، هي عملية استيراد وقبول أو منع بعض المواد هو عبارة عن إجراء لصالح الدولة العراقية،
ما هو صالح الحكومة العراقية وما صالح المجتمع العراقي. يعني السيارات المتضررة قد تؤدي إلى أن يكون هنالك عبء عليه المواطن العراقي في حالة استيرادها لأسباب عديدة، هذه لا تؤدي، وإنما قرار. أنا القرار اللي يهمني أكثر من قرار السيارات المستعملة وقسم طه أنه لأسباب دولة أو دول مجاورة، وإنما المفروض أي قرار يتخذ للعراق لمنع أو قبول أي سلعة هو مقدار صلاحيتها وأهميتها للمواطن العراقي في استهلاكه. دكتور خالد، يعني قرار مجلس الوزراء يسمح به وهيئة الجمارك تمنعه، كيف نفسر هذا؟ هذا تضارب، هذا تضارب الإدارات. كيف رأي يعني إدارة الجمارك تابعة لرئاسة الوزارة، كيف تمنع إدارة الجمارك تابعة؟ معناها أن هنالك خلل في إدارة الدولة. عندما يكون خلل في إدارة الدولة بالتأكيد المديرية، يعني أنت سيادتك مديرة إلية وتصدري لي قرار وأني ما أنفذه، فبالتأكيد الخلل في الإدارة، يعني هذا واضح. فالخلل في الإدارة أنه ما تنفذه، والخلل في الإدارة كيف؟ لأنه عندما تدخل البضائع، أحيانا بضائع هنالك بضائع ممنوعة وتدخل إلى العراق بشكل معين من حدودها، فمعناه هنالك خلل في هذه الإدارة، في منظومة الإدارة بشكل كامل، سواء كانت الجمارك أو منظومة الدولة بشكل كامل. أنا علي أن أركز على النقطة الأساسية. أولا تحديد البضائع التي تدخل العراق، وأنا أقول اللي هو التوصيف للبضاعة، وأن يكون التفتيش على البضاعة والشهادة الأساسية لصلاحية البضاعة أن تدخل إلى العراق، نسميه inspection، كي يكون بالخارج أو بالداخل بهذا. إحنا المواصفات والمقاييس وراء 2003 جت شركات فرنسية وكذا وراء 2003، ولكن فشلت في أن تستمر في العراق بالمواصفات والمقاييس، وأيضا دخلت بها أمور كثيرة في الفساد الإداري ولم تستمر هذه النقطة. الأساس في العراق حتى نستطيع أن نحقق أولا موارد إلى الدولة، ثانيا أن نحقق البضاعة السليمة أن تدخل للمواطن العراقي، ثالثا أن يكون هنالك تقليل أقدر ما يمكن من عملية التهرب الضريبي أو تهرب من الرسوم من هذه النقاط، وتقليل الفساد. هذه النقاط الأساسية علينا أن نوفرها. عندما تأتي الدولة بإدارة جيدة تستطيع أن توفر هذه المواد. المشكلة أين؟ المشكلة الآن الأساسية، بالمناسبة أيضا هذا قانون الجمارك وقانون IMF الآن الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي بتخفيض الجمارك بنسبة معينة، معناها أيضا إلغاء أو عدم القدرة على النهوض بالصناعة العراقية من جديد، لأن علي أن أفرق ما بين من أعطي، يعني أنا السجائر بالعالم كله، ولو تأخذ من دول أوروبا وأمريكا وأخذت استراليا علبة السجائر تنباع $20، فالجمارك عالية جدا. احنا نضع الجمارك على السجائر الآن 50، وعلى المشروبات الروحية 80% أو 50%، يعني هذا المفروض أن تزداد هذه النسبة على الجمارك لهذه السلع، وتقل على السلع التي تدخل في الصناعات المحلية وهي المواد الخام ونصف المصنعة التي تدخل في الصناعات المحلية، حتى أشجع الصناعات المحلية وأشجع التصدير ويؤدي إلى زيادة الدخل. إحنا لحد الآن لم نستطع أن نصنف هذه الأشياء بحسب مصلحة الاقتصاد العراقي والمواطن العراقي، أدت إلى سوف تؤدي إلى مشاكل مهمة جدا. طيب سيد ضياء، بالنسبة يعني جهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، كم عمر النظام المعتمد للقياس والسيطرة؟ هل هو محدث؟ هل يخضع لنظام الإيزو؟ يخضع إلى نظام الإيزو بداية، ثم هناك بعض المنتجات أو الداخل تخضع إلى عمر زمني، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية. يعني احنا نشوف المنتجات الغذائية يعني مرتبطة بصحة المواطن بصورة مباشرة، يعني مو مثل السيارة ولا هي مثلا كيس اسمنت او طابوق او اذن، هذني خاضعات الى الايزو، لكنه بما يتعلق بالمنتجات الغذائية هذه حصرا الى عمر محدد، وخاصة اكو منتجات هناك عمرها لا يتجاوز الأسبوع 10 أيام في أكثر تقديرات. إذا تجاوز هذا لازم أجي أفحص إنه هذا المنتج الغذائي شنو نوع المواد الحافظ المستخدم به. أنا قبل قليل تحدثت عن مواد تدخل في تحنيط الجثث الموتى
يتم بها حفظ هذه المواد الغذائية ما يسبب سرطان للأمعاء، ويعني هذه المشكلة. والآن أمراض عندنا الأطفال يعني يعانون من هذه الأمراض. طيب دكتور خالد، بالنسبة لقرار الجمارك بإبطال القرار والسماح بدخول السيارات المتضررة إلى العراق أو المستخدمة، هناك مواطنون اشتكوا من قرار الجمارك يعتبرونه هو لخدمة شركات السيارات الإيرانية منخفضة الجودة، هل تتفق مع هذا الرأي؟ أنا يعني علي أن أستورد أولا السلع التي تصنف من الدرجة الأولى إلى العراق، وتكون هنالك صحيح المنافسة لهذه السلع الموجودة. حتى الضرر، ما هو الضرر الموجود إلى السيارات التي تستورد؟ هل هو ضرر كبير أم ضرر؟ يعني الآن في عندما تستوردين سيارات متضررة من الولايات المتحدة الأمريكية يكون الضرر قليل جدا، ممكن أن تستورد هذه السيارات، شرط أن تحدد نسبة العمر الزمني لها أن تكون سنتين أو ثلاثة، ويكون نسبة الضرر وتصلح. يعني هي عندما تتضرر أي سيارة ممكن أن تصادر، يعني هي مجرد تحليل لهذا الشكل. أما مصلحة السيارات الأخرى، إحنا لماذا نستورد حتى السيارات بشكل عام؟ نستورد سيارات نوعية من الدرجة الثالثة أو الرابعة، ولا نستورد سيارات من الجيدة وبتكون تكلفة موازية. بالمناسبة اللي تفضلت به الآيزو، الآيزو هو الإدارة وليس الدخول في المواد الداخلة فيها، يعني هو دائما يعطون للإدارة أكثر ما يعطوها لتصنيف المادة الموجودة إذا كانت صالحة أو غير صالحة للاستعمال. يعني مجرد توضيح لهذا، فإحنا عندنا ما هي المواد الداخلة الصالحة للاستعمال باستيرادها على أن نفرض عليها الجمارك الأساسية. طيب بالحديث عن هذا الموضوع، أين دور وزارة الصحة من هذا الشأن؟ المفروض ما ذكرت لك أنا، المواصفات والمقاييس المفروض أن تكون موجودة في كافة الحدود الجمركية في كل دول العالم موجودة، وإذا لم تكن تؤخذ عينات عشوائية من أي مادة مستوردة، وإذا وصلت إلى الميناء قبل أن تدخل وقبل أن تكون عليها إجراءات الجمركية، يؤخذ منها عينات عشوائية وتفحص بشكل كامل، خاصة المواد الغذائية. إذا كان فيها أي خلل ممكن أن تعود ويتحملها المستهلك ويتحملها التاجر المصدر. هذه أساس العملية. المشكلة بالعراق، دخلت بضائع كثيرة من عام 2003 لحد الآن لم تخضع المواصفات والمقاييس، وليس ذلك فقط، وإنما هنالك الاكسبايري ديت، فترة الصلاحية تعدل، يعني هي فترة صلاحيتها موجودة في بلدانها المفروض أن تحرق. أين تعدل؟ تحرق أو في بلدانها المفروض أن تهلك هذه المواد، تحرق وترمى. يعدلون فترة الصلاحية بالاستيكر، يحطون استيكر بأي شكل من الأشكال وتعاد إلى العراق. هذه خطرة جدا، ودخلت إلى العراق مواد كثيرة من هذا النوعية، خاصة من بعض الدول اللي ممكن هذا. ليش؟ لأن عندما دخلت السيطرة النوعية وغياب التفتيش الحقيقي وغياب، يعني أنا أقولها، غياب الانتماء الوطني للأسف الشديد حتى من المواطن اللي في الجمارك. يعني هو حتى لو ارتشى عليه في هذه الرشوة أن لا تتضرر صحة الإنسان العراقي. يعني هو ممكن أن يأخذ رشوة للسلع صالح، ولكن لن يأخذ رشوة على سلع غير صالحة ويدخلها المواطن العراقي ويتأذى أقرباءه وناسه وأهله وكذا. وتضرروا العراقيين كثيرين خلال هذه 15 سنة بالسلع المستوردة غير الصالحة للاستعمال، وهذه مشكلة خطيرة حدثت للإنسان العراقي. علينا أن نتجاوزها بشكل كبير بإدارة سليمة نتجاوزها. هو ليس فقط الحصول على الموارد من الجمارك هو الأساس، وإنما المفروض أن تأتي البضاعة السليمة إلى المواطن العراقي، وبنفس الوقت استحصل الموارد اللازمة لرفض الموازنة. طيب سيد ضياء، يعني يفترض بالحكومة العراقية وضع سياسة تجارية واضحة للبلد، يقوم برسمها الاقتصاديين لوضع حد يعني لمسألة هدر المال العام في المنافذ الحدودية والجمارك، هل سيتم هذا برأيك في الوقت الحاضر أم سيبقى هذا الموضوع مغيب؟ نعم، يعني بلحاظ أنه مشكلة المحاصصة وعدم جدية السياسيين في وضع الاقتصاد العراقي على السكة الصحيحة، يعني في المدى المنظور، يعني الأربع أو العشر سنوات القادمة لن نجد نظام يحمي الاقتصاد العراقي، يحمي المستهلك العراقي،
يعني هذه ما راح ننجح، كلها تخضع الى المحاصصه والى المصالح الخاصه، ويعني بالتالي مصلحه المواطن ومصلحه الاقتصاد العراقي هي غائبه عن تفكير وضعي السياسه الاقتصاديه بالعراق. يعني برايك هل سيتم وضع هذه السياسه في الوقت الحاضر في الايام المقبله؟ قطعا اذا لم يغادر السياسيين نفس المحاصصه ونفس المنافع الخاصه هذه ما راح نشوفها. يجب على السياسيين ان يضعوا مصلحه البلد اولا، هناك امكانات اقتصاديه بالبلد ممكن نطورها من خلال وضع سياسات الاتفاقات مع دول العالم، ايضا ما يتعلق بال فيما نطلق عليه الضرائب المتبادلة، التعرفة الجمركية، أيضا فيما يتعلق بإعفاء الضريبي للسلع الداخلة في المواد الأولية والنصف المصنعة. أما فيما يتعلق بالمواد الأخرى لا، ممكن أنه أفرض عليه ضرائب عالية. طيب دكتور خالد، أيضا في موضوع هيكلة الضرائب والتعريف والرسوم الجمركية، يعني على الحكومة العراقية بالتأكيد إعادة النظر بهذا الموضوع بما ينسجم أولا مع حماية الصناعات الوطنية المنتج الوطني، وثانيا في تطلعات البلد المستقبلية. كيف بإمكاننا حماية المنتج الوطني في ظل عدم وجود ضرائب، عدم وجود تعرفة جمركية؟ ليس عدم وجود، بالعكس، الآن اتفاقية مع صندوق النقد كانت الضرائب لو أخذتها في سنة 2010 سلم الضرائب جدولة نجدها أن تصل إلى 80% لبعض السلع. الآن بالاتفاقية ما والذي سيطبق من 1/1/2019 يعني موجودة ولكن لا تطبق، عفوا، قللتها من 0.5 يعني 0.5% إلى 30%، يعني قللت الضرائب، وهذه خطر، سوف تقلل الموارد إلى الدولة العراقية أولا، يعني بدون أن تزداد هذه الموارد غير النفطية إلى الموازنة سوف تقل، لأنه قل. إذا اتفقوا مع صندوق النقد الدولي، وأتوقع يقال أنه مجلس الوزراء أقره، أنا أعتقد لن يعني علينا أن لا نوافق على ما يفرضه كل صندوق النقد الدولي. فالمفروض إذا وضعنا السلم السابق للجمارك العراقية والتعرفة الجمركية العراقية سوف تزداد، ولكن علينا أن نصنف السلع، السلع التي تدخل في الصناعات المحلية اللي هي المواد الخام والنصف المصنعة التي تابع علينا تشجيعها، وحتى نشجع الصناعة المحلية ولا نفرض ضرائب على الصناعة المحلية، وإنما نفرض هذه حسب أهميتها للمستهلك العراقي. وإذا كانت يعني أنا أخذ السلع الكمالية أفرض عليها ضرائب عالية، ولا أفرض على السلع الأساسية الضرائب الأساسية لأنها تؤدي إلى المستهلك العراقي. علينا أن نضع جدول واضح كما هو متبع بالعالم للضرائب، علينا أن نضع النظام الجمركي ضمن منظومة تكنولوجية كم حديثة. كم سيحسن هذا من الاقتصاد العراقي؟ يحسن كثير الاقتصاد العراقي. أولا إذا رتبنا العالم كله الآن دخل في المنظومة التكنولوجية الحديثة بحيث تقلل قدر الإمكان من الرشوة والفساد. هذه إذا قللناها لماذا؟ أقول لك، عندي الآن بضاعة أتت من البصرة، بضاعة لو نفرض جبنا معجون طماطة وجبنا حليب وجبنا أجبان وجبنا حديد وجبنا كذا، هذه موجودة ضمن السلم الموجود للتعرفة الجمركية، موجودة بها مستنداتها الكاملة، مستنداتها الحقيقية وليست مستندات المزورة، ضمن الشروط الأساسية للاعتمادات الموجودة، لأن كل شيء بها اعتمادات، والاعتمادات حقيقية لا يمكن أن تكون بها ضمن الشروط مالتها. أضعها في نظام النظام السيستم الكمبيوتري، أضع كم الجمرك عليها، أخذ الجمرك عليها، هذا الجمرك سجل إلى وزارة المالية رسميا بحيث التلاعب يكون قليل جدا بها، ممكن أعطي يعني
خلينا نقول عليها إكرامية نعطي كذا، هاي لا تعني شيء، وإنما الطريقة تقلل الفساد بأكبر قدر ممكن من هذه، وتذهب الموارد مباشرة إلى وزارة المالية وترصد إلى إذا قدرنا أن نضع هذا السيستم، وهذا السيستم موجود بكل العالم تطبقه، شركات كثيرة ممكن تطبقه. هل بإمكان تطبيقه في العراق؟ سيدتي الفاضلة، سهل جدا تطبيقه في كل مكان لو أرادت الإدارة المتنفذة، ونتمنى أنه انتخابات صارت خلي يجينا رؤساء رئيس وزراء وكذا ووزراء يعني قادرين على تطبيق هذا، لو أتت إدارة سليمة إلى العراق سوف يطبق بشكل سهل. ليس هذا فقط يعني، حتى بالنسبة للسيارات، بالنسبة للآي دي للهوية والكذا والباسبورت وكل هاي الشغلات، العالم وانت حضرتك تعرفيها أنه بسهولة أن تخرج لكل مواطن في هذه الدول ولا تتأخر بشكل كامل، وتدفع رسوم عليها والدولة تحصل رسومها وتعطي أفضل خدمة للمواطن العراقي لو أتت الإدارة السليمة. طيب سيد ضياء، هل توجد منظومة لمكافحة الفساد والمافيات كما أتيت على ذكرها، والجهات المتنفذة ربما حاليا داخل المنافذ؟ حاليا يعني أنا ما أعتقد أكو منظومة لمحاربة الفساد، لأنه من يحارب الفساد المفروض هو يلتزم بالقانون، في حين نشوف هناك رشاوة، أو حتى إذا ما يأخذ رشوة ممكن يتعرض للتهديد للقتل. المشكلة الأساسية إنه إحنا كثرة المنافذ الحدودية أو هذه المنافذ غير مسيطر عليها من قبل الدولة، وحتى إذا كان موظف هناك يعني راح يتعرض إلى ضغوط من أحزاب ومافيات وعشائر. يعني إحنا قلت أنا أعتقد بالبداية تحدثت عن ضغط عشائري وسمعنا بيها، صارت يعني معارك هناك ومشاحنات بين العشائر لاستلام منفذ حدودي. ليش؟ لأن هذا يدر أموال طائلة، خاصة فيما يتعلق يعني إدخال المواد الممنوعة، وهنا المواد الممنوعة بين قوسين المخدرات والمواد اللي تأثر على الشباب. يعني بالتالي إذا أريد أطبق القانون وأحارب الفساد، هذا يجب أن تكون هناك قوة، يعني بقوة تستخدم حتى إذا أضطرت تستخدم السلاح في سبيل مكافحة المافيات. طيب سيد ضياء، يعني كما تحدث الدكتور خالد، يعني العالم يتجه إلى الحكومة الإلكترونية، وبالتأكيد على الدولة ربط جميع المنافذ الحدودية في العراق بنظام معلوماتي شبكة بيانات موحدة تشكل وحدة واحدة في عموم العراق. برأيك متى من الممكن أن يشهد العراق ذلك؟ سيدتي يعني أنت تعرفين أنه العراق يعني مو بحاجة إلى تكنولوجيا أو ناس يجون يدخلون هذه الأجهزة أو هذه المواد اللي الإلكترونية اللي تعمل بها المؤسسات الحكومية. عندنا جامعة تكنولوجية بها ناس يشتغلون بحرص ويحبون البلد، لكنه المشكلة أنه إحنا من يطبق هذه البرامج وينفذها على الحكومات. يعني تعرفين الحكومة الإلكترونية موجودة لكنه غير مطبقة. يعني إحنا عندنا حتى النظام الرواتب الموجود الآن بالدولة اللي يستخدم في الدولة، يعني تشوفينه يتعرض إلى تلكعات عديدة. ليش؟ لأنه الشخص اللي قاعد عليه هو غير مهني. بعدين هذا أنت في جانب واحد، لكن إذا استخدمنا النظام الأتمتة والإلكترونيات هذا في دائرة نشوف بها إيراداتها تجاوز 8 مليار دولار، يعني ايش راح يسوي بينا هذا الموظف؟ ممكن يسبب لنا كوارث. لهذا يجب ان تكون هناك جديه بالعمل في ادخال هذه هكذا نظام من خلال ادخال الموظفين العاملين على الاجهزه او هذا النظام، ادخالهم دورات لمعرفة كيفية إدارة العمل، وربط المنافذ الحدودية بعضها في بعض، بمعنى
أنه المنفذ الحدودي في مقصر يرتبط بالمنفذ الحدودي في دهوك وهكذا. هذا راح يسهل على عمل المنافذ الحدودية ومعرفة المواد الداخلة والخارجة. طيب دكتور خالد، بالحديث عن تقصير في دور الجمارك والمنافذ الحدودية، ما هو المطلوب الآن من الحكومة العراقية لتفعيل دور الجمارك والمنافذ الحدودية لتكون مورد مهم في الاقتصاد العراقي، كما تحدثنا قبل قليل عن أهمية أن تكون هنالك إدارة تطبيق تكنولوجي حديث، وأن يكون هنالك من يستلم هذه المهام عند القدرة على استخدامها بكل العالم. يعني شوفي العالم كله، حتى الموظفين وحتى الآخرين عندهم هاكرز ممكن يدخلون على النظام ويخربون النظام ويحاولون يحصلون من النظام، ولكن هذه القضية تكون قليلة جدا جدا جدا. كلما كان النظام متقدم كلما كانت الإدارة سليمة والقدرة على الكنترولينج يكون جيد جدا. فبالعراق نستطيع أن نطبق ضمن منظومة شبكة متكاملة، سواء كانت في الجمارك أو في أي دائرة من الدوائر الأخرى اللي إلها صلة بهذا الاتجاه، فممكن أن نقلل قدر كبير جدا من التسرب المالي ومن الهدر المالي. حتى عملية الدفع أن لا تكون عملية دفع كاش، يعني ما أجي حاط فلوسي وأعطيهم الجمارك بالهذا، كلها عمليات تكون ضمن سيستم بانكينج موجود بالعالم كله. ما في بالعالم الآن يجي المستورد ويضع بالحدود ويعطيهم وشايل فلوسه بالجواني ويعطيهم المبالغ الموجودة، ما موجودة الآن. عملية حتى الدفع، عملية دفع بانكينج بانك تو بانك إلى الدوائر المختصة ويستقطعوها من حساباته ضمن ضوابط معينة، بحيث هو يكون التاجر أو المستورد لا يتحمل العبء بحمل الأموال أو كذا، وإنما ضمن هذا السيستم. هذا يقلل كثير من عملية الهدر المالي. حتى إذا جتي المافيات اللي نجيها، والآن الأستاذ ذكر نقطة غريبة أنه قال تهريب المخدرات، كأن المخدرات سلعة تدخل إلى العراق وعليها جمارك وكذا، فأعتقد هي التهريب يكون خارج إطار التعريفة الجمركية أصلا، لأن يعني هاي سلعة ممنوعة ومحرمة. فإذا علينا أن ندخل كل هذه الأساسيات، إذا دخلناها ضمن هذا السيستم الأساسي سوف نقلل عملية، ونقلل حتى مثل دخول المافيات أو دخول العشائر أو دخول ما يمكن ذلك، لأنه سوف يستطيع أن يتهرب التاجر بسهولة، والموظف يتهرب بسهولة، والموارد تذهب إلى الدولة بشكلها السليم، والبضاعة السليمة أهم نقطة، البضاعة السليمة تدخل ضمن نطاق محدد من هذه التعريفة للسلع والخدمات ضمن الجداول الموضوعة لمقدار التعرفة المفروضة عليها. طيب يعني هل توجد آلية لمنح سمة الدخول تكون بصفة أسهل للداخلين إلى العراق، خصوصا لتسهيل السياحة؟ يعني هي مورد مهم. الآلية سهلة جدا، احنا عندنا ما هي المنافذ الاستيراد؟ البحر والبر والجو. طبعا بالنسبة للجو يكون قليل مقارنة بالبحر والبر. عندما تدخل أي سلعة من الميناء، من الباخرة، نتكلم ببساطة، البايلوت مال الباخرة هو لديه أوراق الشحن، أوراق الشحن بالبضاعة وما موجود بالبضاعة كلها ضمن أصولها بموجب اعتماد موجود أو بوالص أو كذا. هذه البضاعة المفروض أن يكون الانسبكشن، إما أن يكون على الباخرة أو يكون هنالك جهات معتمدة دولية لهذا الانسبكشن، بحيث تدخل البضاعة سليمة. عندما تكون هذه الشروط متوفرة دوليا موجودة، ما هي البضاعة؟ لنفرض أي بضاعة موجودة عندي قائمة بمقدار التعرفة الجمركية لهذه البضاعة، كم قيمتها أو كم كميتها، إذا كانت بالأطنان بالعدد بالقيمة نضع عليها لدي هذا، هذه جمركها بمقدار 10,000 دولار. 10,000 دولار يأتي التاجر الموجود، توضع من حسابه، تستقطع على الكمبيوتر من حسابه للتاجر سواء البنكي أو الكذا، وانتهت المسألة ويدخل بضاعته بشكل سليم إلى البلد وتنتهي المسألة بهذا الشكل. ما عندنا أي إجراءات، هاي العالم كله مطبقة إليه. فإذا أنا سويت المواصفات. هذا بالنسبة للبضائع والسلع. طيب بالنسبة للسياحة، لتنشيط قطاع السياحة، هل هناك ربما من سمات تمنح للداخلين من جانب السياحة لرفض هذا القطاع؟ سيدي السياحة بالعالم كله أيضا هنالك رسوم على أي دخولية، سواء كان توضع على بطاقة الطيارة أو عند الدخول، عند الدخول أو عند الفيزا تدفع السائح، يدفعها إما من يقدم الفيزا تدفع رسوم ويدخل السائح
هاي نقطة السياحة غير الجمارك، هذه لها مبحث آخر. كيفية تشجيع السياحة بالعراق، لو أخذت السياحة أستطيع أن أخذ مورد كبير جدا يضاهي مورد الجمارك، ويضاهي مورد أحيانا نسبة مهمة من موارد الموازنة. ليش؟ لأن لدينا سياحة دينية، سياحة أثرية، سياحة جغرافية، سياحة طبيعية. يعني لدينا الأهوار، ولدينا السياحة الدينية، ولدينا الآثار، المناطق الأثرية بالعالم كلها ما موجودة بقدر ما موجود في العراق من سياحة. والدينية ليست الدينية فقط الإسلامية، وإنما الدينية الحضارية ككل من الديانات الآشورية إلى الآن. هذه ممكن أن تكون رافد كبير إلى العراق وتؤدي إلى موارد، ولكن خلق البيئة الملائمة للسياحة. طيب سيد ضياء، يعني في سؤال ربما سيكون الأخير، يعني هل الخلاف مع حكومة كردستان ربما مؤثر على فتح أو تقليل المنافذ؟ هل زيادتها مفيد للدولة؟ يعني معروف أنه هناك أزمة بين المركز والإقليم على إدارة المنافذ الحدودية، وهذا أثر بشكل كبير على الإيرادات الداخلة الميزانية. فلهذا تشوفين أنه إحنا المركز ارتأى يفتح يعني منافذ داخل يعني المحافظات، خاصة ما يطلق عليه منفذ الصفرة. منفذ الصفرة يعني هو الآن يتحكم بدخول البضائع إلى بغداد، وهذا يعني سبب يعني أزمة وضغط كبير للسواق والتجار الذين يدخلون بضائعهم إلى بغداد. نأمل أنه الحكومة والإقليم يحلون هذه المشاكل، وإدارة المراكز المنافذ الحدودية إدارة مشتركة مثل ما كان قبل أحداث 16/10/2017. طيب قبل الختام أشكر ضيوفي الدكتور خالد الشمري رئيس مركز الخد للدراسات والبحوث، وأيضا سيد ضياء المحسن الخبير الاقتصادي، شكرا لتواجدكم معنا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، نلقاكم في حلقة جديدة إن شاء الله، إلى اللقاء.